انا ماما نور، انا ماما نور وجايه النهارده يعني ما فيش اي مناسبه لمصر او اي حاجه فيها حاجه لمصر ما بحضرش فيها، والنهارده اهم يوم في حياتي امبارح والنهارده، لان انا صراحه مبسوطه مبسوطه، مش مبسوطه عشان اللي ماتوا، انا بعزي اهاليهم طبعا وحزينه ومتضايقه. انا كنت شاغله نفسي اليومين اللي فاتوا دول بالصومال، بلم تبرعات للصومال، بس امبارح والنهارده ما قدرتش ان انا ما اجيش، لان انا طبعا بستنى اليوم ده. وبقول للحكومه المصريه ولسياده المشير تاني، يا سياده المشير احنا مش عايزين اسرائيل، مش عايزين اسرائيل، ولا عايزين علم اسرائيل ولا السفير الاسرائيلي، لان مصر ما تستفادش حاجه من اسرائيل، انتوا اللي مستفيدين، احنا مش عايزين استفاده منهم. وبقول لهم ان احنا هنحرر القدس ان شاء الله، لان كل الشعب المصري زعلان على اللي بيحصل في القدس، وانا اولهم، واتمنى لو ادوني دلوقتي بندقيه هروح القدس، لان اللي بيحصل فيها والضرب والموت للاطفال وللسيدات ولكل الناس اللي مالهمش ذنب، احنا كلنا مستاهلين اللي بيحصل ده في فلسطين. وان شاء الله مش هيحرر القدس الا مصر، ان شاء الله ان شاء الله، بعد الحكم الظالم اللي كان فيها، وربنا يخفسه ان شاء الله الارض هو واللي موجودين دلوقتي. وانا مش خايفه، وبقول كل من يطبطب على اسرائيل ويخليها تضرب في المسلمين وفي العرب وفي اي بني ادم ملوش اي ذنب، ربنا ان شاء الله هو ينتقم منه ان شاء الله. وان شاء الله مصر هتنصر فلسطين، وكلنا هنقف مع فلسطين، واحنا اللي هنحرر القدس، لان ربنا هيسالنا عن القدس، كل المسلمين ربنا هيسالهم عن القدس. القدس لازم تتحرر بالاحرار، لازم تتحرر بالثوار، لازم تتحرر بالابطال، وان شاء الله. ومش هنسكت على دم الشهداء المصريين، واقول الله اكبر، وربنا ان شاء الله ينصرنا. ويا سياده المشير نزل العلم، يا سياده المشير نزل العلم ومشي السفير، احنا مش مستفيدين منهم بحاجه، لو سمحت، اهم حاجه الشعب. والله اكبر، الله اكبر.